السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي طلبة الصف الرابع؟ اليوم سنبدأ معكم في منهاجنا في التربية الإسلامية، معكم أنا المعلمة آية طنطاوي. الدرس الأول هو درس الاستعاذة والبسملة. بسم الله نبدأ، لكن قبل البدء به أذكركم ونستفكر معا. اسم الله تعالى الصمد، والمقصود به أن الله يعود إليه كل الناس وكل الخلائق يطلبون منه العون والمؤونة. الاستعاذة والبسملة، ما الفرق بين الاستعاذة والبسملة؟ دائما نسمع ماما تقول لنا احكي بسم الله، سمي، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معناها؟ هل هي مجرد كلمات؟ طب ما هي هذه الكلمات؟ طب ما أثرها على النفس البشرية؟ نبدأ. الاستعاذة هي أن يسأل المسلم. مين يسأل؟ المسلم. الله تعالى. من مين يسأل؟ من الله تعالى. أن يحميه من مين؟ من الشيطان الرجيم. وماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. موجود التعريف، هذا تعريف الاستعاذة. لو جبت لك في الامتحان ما هي الاستعاذة؟ هي أن يسأل المسلم مين؟ الله عز وجل. ليش؟ أن يحميه من مين؟ من شر الشيطان. نحفظها مع بعض. مس الاستعاذة يسأل الله المسلم الله تعالى أن يحميه من شر الشيطان. ماذا يقول؟ طيب بالاستعاذة ماذا نقول؟ بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسمع معكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتم. طيب اللي بعدها، الصفحة اللي بعدها، البسملة. طيب احنا حكينا الاستعاذة وفهمناها وعرفنا شو اللي بنحكي. ما هي البسملة؟ البسملة هي ان اقول، يقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ اعماله مستعينا بمن؟ بالله عز وجل. يعني لو حكيت لك عرف البسملة، هي ان يقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم، اي ابدأ مستعينا بالله تعالى. لما أحكي بسم الله الرحمن الرحيم قبل الأكل وأنا باكل، بحكي أنا بلشت أكل مستعينة بالله عز وجل. لما أحكي بسم الله وأطلع على المدرسة، معناته أنا مستعينة بالله عز وجل يقويني، فهمني، عرفني. تمام؟ إذا هيك عرفنا البسملة وعرفنا قبلها الاستعادة. ما مواضع البسملة؟ شو يعني مواضع البسملة؟ يعني الأوقات والأماكن والأحيان اللي أنا لازم أحكي بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء عند قراءة القرآن الكريم، دائما بنحكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الدرس. الموضع الثاني عند الدخول أو عند الخروج من المنزل، لما نطلع من بيتنا نحكي بسم الله الرحمن الرحيم ونطلع، توكلنا على الله. لما نرجع من البيت، لما نرجع من المشوار، دائما إيش بنحكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ودخلنا باليد بالرجل اليمنى. دائما بالخروج وبالدخول دائما ايش؟ ندخل بالرجل اليمنى. عند تناول الطعام دائما الناس بيقعدوا يحكوا قبل ما تاكل، يلا احكي بسم الله، سمي بسم الله وكمل، او بسم الله وابدا. وايضا في الموضع الرابع اللي هو ايش؟ في بدايه كل امر محمود فعله، انا بحكي شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحفظهم عند قراءه القران، عند الدخول او الخروج من المنزل، عند تناول الطعام، وفي بداية كل أمر محمود. أمر محمود مش معناه محمود ابن جيراننا اللي اسمه محمود، أبدا. محمود هو كل شيء جيد إحنا بنعمله، هو يحمده الله ويحمده الصالحين، هذا هو المقصود في المحمود. طيب الشيطان لا يؤذي من يؤمن بالله ويتوكل عليه أبدا، خاصة إذا استمر على قول بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دائما الله عز وجل يعيده من الشيطان ويقويه بأسمائه الحسنى، بسم الله الرحمن الرحيم، متوكلين عليك يا رب العالمين. فرب العالمين ما بيخلي الشيطان يؤذينا إن شاء الله. هلأ أنا اليوم بدي طلعي أنت وماما أو أنت وبابا أو أخوانك، زي ما أنتوا شايفين بدي تطلعوا لنا، أذكر أنا ومجموعتي مواضع أخرى يستحب فيها إيش؟ الاستعاذة. وكمان
استخرج انا ومجموعتي اسماء الله الحسنى الموجوده بسم الله الرحمن الرحيم. شو هي اسماء الله الحسنى الموجوده في بسم الله الرحمن الرحيم؟ هي البسمله، باسم الله الرحمن الرحيم. زي ما بنعرف الله اسم من اسماء الله الحسنى، والرحمن اسم من اسماء الله الحسنى، الرحيم اسم من اسماء الله الحسنى. فاذا هاي العباره اللي هي البسمله كليتها اسماء الله الحسنى، يعني كثير منيحه، ودائما خلينا احنا نحافظ عليها. النشاط اللي بدنا نحله مع بعض موجود بصفحه 7، هو نشاط بيتي. اصل الكلمات، امسك قلمك، امسك قلمك معي اعزائي. يلا أصل الكلمات في العمود ألف بما يناسبها في العمود با. وين القلم؟ طلعوا لنا القلم، نحطه بأسود أو بلاش أسود. طيب، تحية الإسلام، هل هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا. هل هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ نعم، أحسنتم. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البسملة، هل هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا. هل هي السلام عليكم ورحمة الله؟ لا، أخذناها تحية الإسلام. هل هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، هي بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة، نبلش من تحت. هل الاستعاذة أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ لا. هل هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا. هل هي السلام عليكم ورحمة الله؟ لا. هل هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، أحسنتم. صلوا الخط معي، هذولا نحفظهم بالامتحان. ممكن المسج يجيب لنا أصل الكلمات، وهذا السؤال جدا مهم وسهل. أختبر معلوماتي، يلا نفتح على الأسئلة عشان نختبر مع بعض معلوماتنا. أذكر صيغة الاستعاذة، شو هي الاستعاذة؟ حكينا أعوذ بالله.